السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال. كنقترح عليكم وصفة ديال لي شو بالكراكلة اللي غادي نعمروهم بالكريم كراميل. إذا في المقادير غادي نبداو أول شي بالكراكلة، نحضروا الكراكلة. والكراكلة اللي هو واحد الطبقة كتجي مقرمشة فوق من الشو ديالنا اللي غادي نحضروا الشو، كتكون واحد الطبقة مقرمشة من فوق اللي هي الكراكلة. إذا في المقادير ديال الكراكلة غادي نحتاجوا 50 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، 50 غرام ديال السكر لو سكر غو الكاسونات اللي هو السكر الأسمر، و 50 غرام ديال الدقيق. وندوزو نشوفو طريقة التحضير. نخلطو الزبدة مع السكر مزيان، ثم كنضيفو لهم الدقيق. كما قلت الزبدة ضروري أنها تكون بحرارة المطبخ حتى كيتجمع لينا الخليط مزيان، غادي تشوفوا انه كيجي محبب، فماشي مشكل. هذاك هو السكر هو اللي كيخلي داك الحبيباتين ما كيدوبش. ولا بغيتو هذا الكراكلا يجي بلون مختلف، يعني كلكم تضيفوا ملونات اخضر او الاحمر او بودرة الكاكاو، فهنا كتعطي منظر اخر فوق من الشو، يعني ما كتبانش لينا الشو كيبانش لينا الكراكلا هكاك طبيعي، فكيبان لينا ملون الطبقه ديالو كتجي بلون مختلف. فهنا بعد يعني الا بغينا نحصلوا عليها فكيفي اننا نضيفوا الملون اللي بغينا. العجين ديالنا فوق جوج بلاستيكات، يعني بلاستيك غذائي كنطلقوه مزيان، يعني حتى كنحصلوا عليه يكون رقيق تقريبا واحد 2 مليمتر. ثم كندخلوه للمجمد الوقت اللي غادي نحضروا العجين ديال الشو، دونك لا باتا شو. غادي نحضروا لاباطا شو، دونك غادي نعطيكم الوصفه ديال تيرموميكس اللي انا غنستعمل. غادي نحضروا في التيرموميكس. دونك في المقادير غادي نحتاجوا 80 غرام ديال الزبده، غادي نحتاجوا 150 غرام ديال الماء اولا 150 مليلتر الملح، غادي نحتاجوا ايضا 3 ديال البيضات، وغادي نحتاجوا 120 غرام ديال الدقيق فورس، وغادي نحتاجوا واحد المعلقه ديال السكر سنيده. وغادي ندوز بالشوفو طريقه التحضير. غادي نحضر انا يعني الوصفه في تيرموميكس، يعني غادي نشرح لكم، يعني غنمشيو تتبعوا المراحل ويمكنكم تستعملوها في كاسرونه فوق البوطه. دونك كتوضعوا كاسرونه فوق البوطه وكتوضعوا فيها الماء وكتوضعوا الزبده وكتبقاو تحركوا حتى كيذوب هذاك الزبده كتذوب في الماء. دونك هنا نفس الشيء انا غنوضعها في تيرموميكس وغادي نخليها حتى تذوب. شوفوا هنا الزبده ديالنا ذابت في الماء، دونك يعني نفس الشيء فين غتوصلوا هذه المرحله وانتم كتحركوه حتى دابت لكم الزبده، كتضيفوا الدقيق الكميه كلها ديال الدقيق وكتبداو تحركوا دائما فوق النار، يعني كتبداو تحركوا وداك حتى كيتخلط داك الدقيق مع الماء والزبده وكيتجمع. المرحله اللي يعني باش تحبسوا هي فين كتشوفوا ان العجين ديالكم تيتجمع، ما كيبقاش يلصق لكم في الكاسرونه اللي كتحركوه فيها. هذا هو العجين ديالنا كما كتشوفوا، تيولي يعني ما كيبقاش يعني لاصق لينا في الكاسرونه اللي كنحركوه فيها. دونك هذه هي المرحله اللي كيوصل ليها. ثم كنخليو العجين ديالنا يبرد. بعد ما برد لينا العجين كنخلطوا البيض، ثم كنضيفوا تدريجيا. حنا كنخلطوا في العجين ديالنا مع البيض، يعني كنضيفوا بشوي بشوي حنا كنخلطوا. وكما قلت ان العجين تيكون يعني برد شويه ما كيبقاش سخون باش ما يطيبش لينا البيض، كنخلطوه مزيان حتى كتخلط لينا العجينه مع البيض مزيان.
تعرفوا لي شو ديالكم العجين ديالو راه صدق مزيان. هنا ملي كنشكلوا واحد الخط بصبعنا في العجين كما كتشوف كيبدا يرجع العجين كيتجمع بشويه، هو ما خصوش يرجع بسرعه يعني بالزربه يتجمع، وما خصوش يبقى لينا محلول، دونك خصو كيبدا يرجع بشويه. دونك هذه هي المرحله اللي كتبين لنا ان العجين ديالنا ديال لي شو ناجح. العجين ديالنا ديال الشو في البوش وكنخرجوه فوق ورق ديال الطاي، ماهمش بزاف وكنحاولوا اننا نفرقوهم لانهم من بعد كيتنفخ. نخرجوا العجين ديال الكراكلان ديالنا من المجمد، وكناخذوا شي يعني قطعه دائريه اللي تكون ما تكونش كبيره بزاف على قد الشو، وكنقطعوا دوائر كانت جامده بزاف فكتخليوها تطلق شويه باش تقدروا تقطعوها. نوضعوا الدوائر ديالنا فوق من الشو كما كتشوفوا، نوضعهم وكندخلهم الفران اللي كنكونوا شعلينو من قبل على حراره 200 درجه، كندخلهم تقريبا واحد 20 حتى 25 دقيقه. دونك كيبانوا لنا تنفخوا وتحمروا وداك الكراكلان كيتشقق من فوق منهم، ونتلاقاو باش تشوفوا طريقه تحضير الكريمه. بالنسبه للكريمه فغنحتاجو واحد الكاس ديال الكريمه سائله، وغادي نحتاجو واحد المعلقه كبيره ديال كراميل حليب مركز محلى. هاد المكونات بجوج مزيان، اللي هي الكريمه مع الكراميل حتى كتطلع. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال لي شو ديالنا كما كتشوفوا بديك الطبقه ديال الكراكله اللي كتجي مشقه من فوق وكتجي مقرمشه ولذيذه اكيد. هنا غادي نعمر لي شو ديالنا بجوج الاشكال، دونك هنا كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال لي شو ديالنا فكتجي خاويه من الوسط. دونك هنا يا اما غادي نحلو يعني نقسموها على زوج، يعني كنفرقوهم على زوج كما كتشوفوا. كناخذ الكريمه اللي كنديرها في البوش وكنشكل كندير الكريمه فوق من الطبقه اللي تحت ديال الشو، ثم كنوضع فوق منها يعني الجهه الاخرى ديال الشو على هذا الشكل، يعني بنفس الشيء غنحضر الاخرين ونشوفوا الطريقه الاخرى اللي غادي نعمر بها الشو ديالي. للطريقه الاخرى فغادي نعمروا الشو يعني بلا ما نقسموها، فكنشكل يعني ثقبه من التحت ديال الشو، وكناخذ البوش وكندير هذا الراس الصغير، يعني ما كنديرش راس كبير، كندير راس صغير اللي غندخل في وسط الشو، كنعمرها مزيان كما كتشوفوا، يعني حتى كتبان لي تبان لي الكريم كتبغي تخرج من الثقب اللي درت. صافي وكنقدم الشو ديالي على هذا الشكل. دونك هنا الاشكال بجوج، ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال لي شو ديالنا. الشكل النهائي ديال لي شو كراكلان ديالنا كما كتشوفو كيجيو على هاد الشكل، كيجيو رائعين جدا، وديك الطبقة ديال الكراكلان اللي كتجي مقرمشة ولذاذ بزاف. نتمنى تجربوهم، هادو لي شو اللي قسمنا من الوسط وعمرناهم بلا كريم، والشكل الاخر اللي درنا يعني عمرناهم من التحت بلا ما نفتحوهم،
كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. وهنا زينتهم من الفوق بالشوكولا، يعني دوك التوابل ديال الشوكولا والكراميل والحبيبات ديال العقيق ديال الحلوى. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم واشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. وبالصحه والراحه.